السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بتلاميذ السنة الثالثة إعدادي في تصحيح هذا الموحد المحلي في مادة الرياضيات. إذا نبدأ على بركة الله بالتمرين رقم 1. إذا السؤال الأول، أحسب وبسط ما يلي. عندنا 5 العمليات غنحاولوا نبسطوها. نبدأ بالحالة الأولى، غادي نطبقوا القاعدتين A أس L كل أس M، قوة قوة تساوي ماذا؟ تساوي A أس N في M. إذا كنضرب الأسين بجوج، وكذلك جداء قوتين لهما نفس الأساس A أس N في A أس M كتساوي A أس N زائد M. علاقات خصكم ضبطوها. إذا 10 أس ناقص 3 الكل أس جوج، إذا نطبقوا العلاقة الأولى. إذا هي 10 أس ناقص 3 في جوج، إذا هي ناقص 6 مضروبة في 10 أس 7. عندي جداء قوتين لهما نفس الأساس، إذا نطبق عليهم العلاقة الثانية. إذا ناقص 6 زائد 7، ناقص 6 زائد 7 تساوي 1. هنا إلا ما عرفش تحسب ممكن تستعمل الآلة الحاسبة باش ما تغلطش. و 10 أس 1 راه هي 10. التمرين الحالة الموالية، عندنا في العلاقة قصد القوة كذلك أ على ب لكل أس أن، أس ناقص أن عفوا، تساوي إذا كنقلبو داك العدد الجذري تنقلبوه ب على أ لكل أس أن. إذا وكذلك عندنا أ على ب لكل أس أن تساوي أ أس أن على ب أس أن. إذا 4 على 5 لكل أس أن هي 4 أس 2 على 5 أس 2 زائد هاد العدد هذا خصني نطبق عليه العلاقة الأولى. إذا كيرجع هو 3 على 5 الكل أس 2. إذا 4 أس 2 16، 5 أس 2 هي 5 في 5 25. إذا كنطبق دابا العلاقة الثانية، إذا 3 أس 2 على 5 أس 2، إذا 16 على 25 زائد 3 أس 2 هي 3 في 3 تساوي 9، و 5 أس 2 5 في 5 هي 25. مجموع عددين جذريين لهما نفس الأساس نفس المقام، إذا المقام موحد 25، وكندير البسط زائد البسط أي 16 زائد 9 تساوي 25 على 25، وعدد إلا قسمته على نفسه غادي يعطيني العدد 1. الحالة الموالية، عندنا سي تساوي 9 على جذر 11 زائد جذر 2 زائد جذر 2. من الأخطاء المرتكبة جذر أ زائد جذر بي، كاين اللي كيدير لها جذر أ زائد بي، هذا خطأ. عندنا الجداء هو اللي كيمكن لي ندير جذر أ في جذر بي هي جذر أ في بي، الجمع ما كاينش. إذا شنو غادي نديرو هنا؟ غادي نضرب في المرافق، غادي نحاول نبسط العدد الأول. المرافق كما كتعرفوا المرافق ديال جذر أ زائد جذر بي هو جذر أ ناقص جذر بي، وكذلك المرافق جذر أ ناقص جذر بي هو جذر أ زائد جذر بي. إذا سي تساوي إذا 9، إذا غنضرب البسط والمقام في نفس العدد أي في المرافق ديال جذر 11 زائد جذر 2 اللي هو جذر 11 ناقص جذر 2. إذا 11 ناقص جذر 2، إذا ضربنا البسط والمقام في نفس العدد، والعدد الثاني ما غاديش نهضر معاه غادي نخليه كما هو. بعد ذلك غادي نحاول نبسط. إذا البسط غنخليه ما غاديش ننشر. عندنا جذر 11 زائد جذر 2 في جذر 11 زائد ناقص جذر 2، هذه متطابقة هامة A ناقص B في A زائد B. شنو كتعطيني؟ هي A مربع ناقص B مربع. إذن جذر 11 أس 2 ناقص جذر 2 أس 2 دائما زائد جذر 2. داكشي راه ساهل، خصكم غير بلات عليكم مرحلة بمرحلة حتى تكملوا العملية. إذا البسط غادي نخليه،
غادي نخليه لان كيبان لي غيكون عندي من بعد اختزال بالعدد السعود، وبالتالي الى نشرت ما غيبانش الاختزال. اذا جذر 11 اس 2 عندنا جذر ا اس 2 تساوي ا، اذا جذر 11 اس 2 هو 11، وجذر ا اس 2 هي، وجذر 2 اس 2 هو 2. اذا سعود جذر 11 ناقص جذر 2، 11 ناقص 2 كتعطينا سعود زائد جذر 2. اذا هنا عندنا واحد الاختزال بالعدد سعود، اذا كنختزلوا سعود في البسط والمقام، تيبقى لنا جذر 11 ناقص جذر 2 على 1، اذا واحد ما كنكتبوش عاده، زائد جذر 2. إذا انتبهوا هنا عندنا ناقص جذر 2 زائد جذر 2، يعني عددان متقابلان المجموع ديالهم كيساوي صفر، إذا تيبقى لنا جذر 11. نمروا العملية الموالية، هنا كذلك عندنا جذر أ في بي تساوي جذر أ في جذر بي، وجذر أ أس 2 تساوي أ، بطبيعة الحال أ خصها تكون موجبة قطعا. إذا نحاولوا نبسطوا هاد الأعداد، 75 راح تكتب على الشكل 25 في 3، وجذر 12 راه هي 4 في العدد 3، وكذلك 27 راه 9 في العدد 3. دابا غنطبقوا القاعده الاولى، اذا جذر 25 مضروبه في جذر 3، العدد الثاني غادي يعطيني جذر 4 في جذر 3، والعدد الثالث غادي يعطينا جذر 9 في العدد في جذر 3. اذا جذر 25 هذه اعداد معروفه، جذر 25 هي جذر 5 اس 2 هي 5، والاخر غيبقى لنا جذر 3. كذلك جذر 4 راه كيعطينا جذر، كيعطينا جذر 2 اس 2 هو 2، اذا 2 جذر 3. جذر 9 كذلك مباشرة هذه نكتبها إلا كنت عارفها، مباشرة جذر 9 راه هي 3، علاش؟ لأن هي جذر 3 أس 2 هي 3، إذا مباشرة جذر 9 هي 3، إذا 3 جذر 3. دابا غنجمع هاد الشي هذا اللي حسبت، إذا عندنا 5 جذر 3 ناقص 2 جذر 3، 5 ناقص 2 هي 3 جذر 3 زائد 3 جذر 3، إذا جمعنا في الأول هاد العددين بجوج، و 3 جذر 3 زائد 3 جذر 3 هي 6 جذر 3، إذا هاد العدد ميمكنليش نزيد نبسطو. الحالة الأخيرة عندنا أو تساوي، إذا غادي نحاول ندير نطبق القاعدة الأولى، لأن ميمكنليش نحسب هاد الجذر مثلا 5 زائد جذر 21، إذا ميمكنليش نجمع 5 مع جذر 21، إذا غنحاول نطبق القاعدة الأولى، أي جذر أ في جذر بي هي جذر أ في بي. اذا كندير واحد الجذر كبير، وكندير العدد اللي داخل الجذر الاول يعني 5 زائد جذر 21، وكنضربوا العدد اللي داخل الجذر الثاني يعني 5 ناقص جذر 21. اذا هنا غنلقى متطابقه هامه، أ ناقص ب في أ زائد هي أ مربع ناقص ب مربع، اذا هذا العدد يكتب على الشكل أ يعني 5 أس 2 ناقص، اذا هذه أ هذه ب ناقص جذر 21 أس 2. إذا جذر 5 أس 2 هي 5 في 5 هي 25، وجذر 21 أس 2 هي 21، الجوج تيمشي مع الجذر، دائما جذر أ أس 2 الجوج تيمشي مع الجذر، تيبقى لنا أ 25 ناقص 21 هي 4، إذا جذر 4، وجذر 4 هي جذر 2 أي العدد 2. السؤال الأخير في التمرين رقم 1، اعطي الكتاب العلمي للعدد F تساوي 0.0072. إذا الكتاب العلمي غادي نكتب العدد على شكل واحد العدد A مضروب في 10 أس N، بحيث A خصها تكون محصورة بين 10 و 1، إذا الفاصلة هنا خصها تمشي لهاد البلاصة، إذا خصها ترجع 7 فاصلة 2 مضروبة، إذا أزحنا الفاصلة ب 4 رتب،
يعني واحد جوج ثلاثة أربعة. إذا خصني نضرب في عشرة أس، إذا زدنا القدام بأربعة دروتاب خصني نقص أربعة، إذا عشرة أس ناقص أربعة. إذا هذه هي الكتابة العلمية للعدد F.